لو سمحتم قليلا أدع لكم الصورة لما يحدث الآن في لوبي البرلمان. اسمحوا لي رجاء لأوجه الكاميرا إلى لوبي البرلمان، ابتعد قليلا رجاء. وكما تشاهدون الهوسات العراقية، البيارق العراقية، هي العشائر الهوسة كما هي معروف بالدارج العراقي، تأييدا لما تصرح به سيد الصدر من خلال البيان الذي ألقاه قبل قليل في كلمة من الحنانة. كما تشاهدون طيب محمد، يعني إذا لا يزال، حتى إن كنت تسمعني محمد، أنا أعرف أن الأصوات مرتفعة من حولك، يعني حتى مع ارتفاع إذا درجات الحرارة والصيف اللاهب، لا يزال إذا المعتصمون يدركون أهمية الحفاظ على ديمومة الاعتصام كما طالبت قيادات التيار خلال الأيام الماضية الخمسة؟ هل يدركون أيضا أهمية الحفاظ على سلمية تظاهراتهم؟ نعم بالتأكيد، درجات الحرارة اليوم تلامس 50 درجة مئوية وتتجاوز 50 درجة مئوية. مع ذلك نجد المتظاهر اليوم يأتي إلى هنا يتحمل السير لمسافة لربما تتجاوز 300 متر حتى وصوله إلى مبنى البرلمان. درجات الحرارة العالية لم تعيقهم، الضغط العالي لهذه درجات الحرارة، حتى أن التبريد المركزي، التكييف المركزي للبرلمان لا يكاد التكييف مع هذه درجات الحرارة العالية. مع ذلك نجد المتظاهر العراقي اليوم موجود بإصرار هنا في مبنى البرلمان، يردد الهوسات، يتحرك بكل حماس لإيصال الصورة والصوت لجميع العراقيين. وأيضا هنالك في الشعارات نداء للعراقيين بضرورة التكاتف والتآزر وإسناد هذه التظاهرة من أجل إنجاحها وإيصال الرسالة التي انطلقت على أساسها. طب محمد، إذا هم المعتصمون الآن دخلوا داخل البرلمان، رغم أنه يعني توجيهات السيد الصدر يوم أمس بأن يغادروا قاعة البرلمان ويكونوا في محيط البرلمان. نعم، فسرت هذه التغريدة بأن يغادروا القاعة الكبرى من أجل ترظيفها، تنظيفها وإعادة تأهيلها، وبالفعل تم إخلاء القاعة الكبرى التي تعقد فيها جلسات التصويت سواء على رئاسة المجلس، عفوا على رئاسة الوزراء وعلى رئاسة الجمهورية، نظفت ومن ثم أعيدت الحركة إلى داخلها. هنالك أيضا بعد هذه التغريدة لصالح العراقي هنالك رسائل أرسلت له بضرورة ألا يعز بمغادرة، على الرغم من أنهم أكدوا على إطاعة الكلمة والخروج في حال كان هنالك تأكيد على الخروج، لكنهم أرسلوا أيضا رسائل بضرورة البقاء في مبنى البرلمان كونه يمثل رمزية للمتظاهر الذي هو موجود الآن داخل البناية، كون هذه البناية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مصدر رئيسي لإقرار القوانين، المصدر المركز الأساسي لتشكيل الحكومات.